اليوم جايب لكم مرض شائع جدا يصيب كثير من الناس، هو القولون العصبي، مرض يصيب الأمعاء الغليظة ويسبب لنا أعراض جدا مزعجة من اضطرابات في البطن أو اضطرابات إخراجية. الاضطرابات في البطن تلقى الشخص عنده يا ألم في البطن، يا مغص في البطن، يا انتفاخات في البطن أو غازات في البطن، كل هذه تكون مزعجة للشخص. أو اضطرابات إخراجية، أما يكون إمساك، أما يكون إسهال، أما يكون كل الاثنين. ومن اسمه القولون العصبي أو القولون المتهيج لازم نعرف أنه مرتبط في التوتر أو القلق، ومرتبط أيضا في الأكل. اليوم بعطيكم 5 عادات إن شاء الله أنها بتقدر تخليك تتخلص من هذه الاضطرابات المزعجة. الحاجة الأولى، ممارسة الرياضة لأكثر من نصف ساعة يوميا تلعب دور كبير في تخفيف هيجان القولون، سواء من المشي السريع، سواء من السباحة أو ركوب الدراجة. الرياضة تساعدك في القلب وتساعدك في تنشيط الدورة الدموية، غير ذلك تحسن لك المزاج وتخلصك من القلق والتوتر. الحاجة الثانية، لازم تشرب الكمية اللي يحتاجها جسمك من الماء حسب وزنك وطولك، من 1.5 إلى 3 لتر يوميا. الحاجة الثالثة، لازم تاخذ كفايتك من النوم يوميا. قلة النوم مرتبطة بعلاقة وثيقة مع هيجان القولون، إذا قل نومك صار عندك توتر، صار عندك اضطراب في المزاج، فهيجلك القولون. الحاجة الرابعة، لازم تتعامل مع الضغوط اليومية اللي أنت تواجهها سواء من قلق أو توتر بطريقة إيجابية، خليك دائما متفائل ومرتاح البال عشان تتجنب هيجان القولون. الخامسة والأخيرة هي الأكل، إذا جيت تاكل كل ببطء وابتعد عن المشروبات الغازية مع الأكل. ابتعد عن المنتجات الدهنية في الأكل، ابتعد عن المنتجات المقلية، ابتعد عن الأشياء اللي فيها شطة حارة، فلفل حار، بهارات حارة، مخلل حار، كل هذه حاول تتجنبها. لا تاكل وجبات ثقيلة قبل النوم. الآن نجي إلى منتجات الألبان ومنتجات القمح. منتجات الألبان كالحليب ومشتقاته، إذا كانت تسبب لك حساسية وتسبب لك هيجان، خذ منتجات خاصة عديمة اللاكتوز، خالية من اللاكتوز. القمح إذا كان يسبب لك هيجان، يسبب لك اضطرابات، حاول تتجنبه. لذلك لازم تكون عندك قائمة طعام بالأشياء اللي أنت تسبب لك هيجان قولون وتتجنبها. وقلل أيضا من المشروبات اللي فيها كافيين كالقهوة والشاهي. أتمنى أني قدرت أفيدكم بالقولون العصبي، وانتظروني في الموضوع القادم. السلام عليكم.